إنجيل يوحنا منكمل القراءة إصحاح السادس ابتداء من عدد 60. من بعد ما سمعوا الكلام اللي كان عم يحكيه الرب، فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا أن هذا الكلام إن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم أهذا يعثركم؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا، الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، ولكن منكم قوم لا يؤمنون، لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه. فقال لهذا قلت لكم إنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أبي. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع الاثني عشر ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابه سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب؟ يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. أجابهم يسوع أليس أني أنا اخترتكم الاثني عشر وواحد منكم شيطان؟ قال هذا عن يهوذا سمعان الإسخريوطي، لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه وهو واحد من الاثني عشر. ليبارك الرب كلمته لقلوبنا بهذا الوقت. كلام الرب، أحد الوعظ الكلام الرب بيربو الكلام، بس الرب يحكي الأذان والقلب بيتجهزوا لسماع هذه الكلمة. كلمة الرب نقية، يقول عنها الكتاب مصفات في الأرض السبع مرات، ممحصة بالأرض سبع مرات. وصلنا الكلام المبارك لنا حتى يكون لنا حياة، لأن حياة مع المسيح. في ترنيمة حلوة كثير بتقول ناموس الرب كامل يرد النفس، وصايا الرب تبهج فتجلو اليأس، وأمر الرب طاهر ينير العين، وخوفه نقي يدوم للأبد، له كل المجد. من زمان وجاي كلمة الرب لما نقراها، لما نتأمل فيها، لما الشخص يسمعها في إلى تأثير معين، إلى فعالية بقلب الإنسان. البعض بيتضايق بينزعج من كلام الرب، والبعض الآخر بينبنى فيه. البعض بيهربوا من كلام الرب، والبعض بيقربوا منه أكتر. للبعض هو رائحة موت لموت، ولكن للبعض الآخر هو رائحة حياة لحياة. تعرفوا ولا مرة الرب كان يهمه العدد أبداً، كان دايماً يهمه النوعية، الكواليتي. كان دايماً يهمه النوعية. تتذكروا لما تلاميذ اجوا لعنده قالوا له يا رب زد إيماننا، زد إيماننا، كأنه الموضوع بالكمية الإيمان. قال الرب لو كان لكم إيمان مثل حبة الخردل، شو كان عملته؟ قال كنت تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم. موضوع نوعية إيمان، النوعية لازم تكون نوعية خالصة. ولا مرة الرب كان يهمه العدد أبدا. بنسمعه عم بيدعي أشخاص نوعية خالصة تمشي معه. نتذكر جدعون لما كان بده يعمل حرب مع المديانيين، بيقوم بيدعي الشعب لحتى يروحوا ليعملوا الحرب. تعرفوا كم واحد إجا ليحارب؟ عندهم شوق، 32 ألف. ولكن الرب بيطلع على العدد وبيقول، بيقوله لجدعون، بيقوله هذا العدد كثير علي. الروح نادي بأذان الشعب وقال لهم الخائف والمرتدئ والمرتعد يرجع إلى بيته. فراح وحكي هالكلام هيدا، وبقي 10,000، نزلوا 22,000، فبقي بس 10,000، 22 فلوا على بيتهم، 22,000. طلع الرب هيك قال بعده العدد كثير علي.
قال له لكان اللي بيقربنا المي اللي بيشرب بطريقة معينة هيدا بتاخده معك للحرب. بقيوا 300 بس. بقيوا 300، أقل من 1% من العدد اللي بده، لأنه كان بده نوعية خالصة، نوعية معينة. إبراهيم بتتذكروا بالقصة بتكوين 14 لما سبي لوط ابن خيه قرر يروح يرجع يجيبه لحتى يخلصوا من يد الملوك الأربعة. شو بيقول الكتاب؟ فلما سمع إبرام أن أخاه سبي جر غلمانه المتمرنين قديش عددهم طلع؟ قال ولدان بيته 318 وتبعهم إلى دان. لاحظين غلمانه متمرنين ولدان بيته 318، يعني نوعية خالصة، نوعية مميزة وليس عدد أبدا. والرب قلنا بإنجيل متى ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. فإذن الباب واسع، الطريق رحبة، وكتار بفوتوا من هذا الباب. قال ولكن ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. ولا مرة كان مركز على العدد، كان دائما يركز على النوعية. ليل اللي بيتبعوا الرب، اللي بيعيشوا للرب، واللي بيمجدوا الرب. وهيدا اللي عم بيصير معنا بقراءتنا اليوم بهذا المقطع. كان في جموع كثيرة تتبع المسيح، وكانوا مسميين تلاميذ. وهيدا إجمالاً لأي قائد، نحن العرب نعرف يعني القائد اللي عنده أتباع أكثر هيدا بيكون يعني عظيم جداً، وبيكون مدعاة سرور، مدعاة عز وكرامة لهيدا الزعيم. ولكن مش المسيح، مش المسيح أبداً. هؤلاء الأشخاص كانوا تابعين المسيح، ولكن بيحكي عنهم الرب، بيقول بيوحنا 4:23 الآمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع، ولكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع، بيعرف القلب. ولكن هون كثيرون من تلاميذه قالوا أنه هيدا الكلام صعب، كلام صعب، مين بيقدر أنه يسمعه؟ مين بيقدر أنه يفهمه؟ انعثروا بكلام المسيح. كان عم يحكيهم عن جسده أنه هو مأكل حق، كان عم يحكيهم عن دمه مشرب حق. ما قدروا يفهموا الرمز، ما قدروا يفهموا التضحية اللي رح أو الذبيحة رح يقوم فيها المسيح، ذبيحة نفسه على الصليب. علقوا هونيك. وياما في أشخاص بيوقفوا بمحل معين وما بيعود بدهم ينمو أبدا ولا يفهموا، وبيأخذوها عذر حتى ما يعيشوا حياة الإيمان. الرب يقول لهم أهذا يعثركم؟ ولكن إذا شفتوا ابن الإنسان راجع لمطرح مكان ساعتها رح تفهموا. الروح هو اللي بيحيي وليس الجسد، وليس الجسد ولا الرموز. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. بس شو المشكلة؟ شو هي المشكلة؟ منكم قوم لا يؤمنون. ما أصعب هذه الحقيقة، لا تقبل ولا تفهم كلمة الرب لأنك لا تؤمن، لأنك لا تؤمن. تأكد أنه الرب عم يطلع هلأ على قلبك وبيعرف دواخل قلبك وبيعرف نوعية إيمانك وبيعرف إذا عندك إيمان صحيح ولا إيمان مش صحيح، إيمان حقيقي ولا إيمان مش حقيقي، إيمان مزيف ولا إيمان أصلي، إيمان حي ولا إيمان ميت. بقول عنه إشعياء 50 قال أعطاني لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعي بكلمة. هو وحده اللي عنده جواهر الكلام، اللي عنده كلام بيرفع المكسور، بيجبر المكسور، بيرفع المنحني، بيقوي الضعيف، له كل المجد. نشكر الله من أجل المؤمنين الحقيقيين اللي سمعوا كلمات النعمة اللي انسكبت على شفتيه وما شافوها بس هيني هالكلمات، بل أيضا غذاء أساسي وسبب فرح لحياتهم. مش هو قالنا احملوا نيري عليكم؟ لأنه شو؟ نيري هين وحملي خفيف. هؤلاء المؤمنين اختبروا
هالحقيقة هيدي بحياتهم. طيب والمؤمنين مزيفين؟ ما في مؤمنين مزيفين؟ بلا. هودي بس ما اسمه المؤمنين، لأنه الرب يعرفهم من الأول، بيعرف مين المخلص، مثل نثنائيل. ذكروا شافوا نثنائيل تحت الشجرة هيك من بعيد، قال هو ذا إسرائيلي حقا لا غشة فيه، لأنه بيعرف قلبه، بيعرف شو في جوا. بتذكروا قصة زكا؟ زكا عنده أشواق جواته، بده يروح لعند الرب، يتعرف على الرب، يشوف الرب. ولأنه قصير قال مش عم يقدر يشوف بين الجماعة شو ام سبقهم، وطلع على جميزة لفوق على جميزة وبده يطلع على الرب من فوق. مع هالجموع الكتيرة، مع هالصخب والضجة الكبيرة، كان ماشي الرب. وين وقف الرب؟ تحت الجميزة، ورفع عينيه لفوق قال له زكا نزل، ينبغي أن أمكث عندك اليوم. لأنه شو؟ شاف قلبه، لأنه بيعرف قلبه، بيعرف مين الحقيقي ومين المزيف. مثل سيمون الساحر، سيمون الساحر أراد أنه يشتري موهبة الله بالمال، ما كان عنده إيمان حقيقي. بيقدر يميز مين اللي آمن ومين اللي ما آمن، مين اللي عنده إيمان حقيقي ومين عنده إيمان مزيف. بعدد 16 قال رجع كثيرون، سوري بعدد 66 رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. شو صعبة، شو صعبة، لم يعودوا يمشون معه. معقولة؟ معقولة المسيح بكل جماله بتقول ما بدي بقى امشي معه، عثرني. انا بتذكر قصة الغني اللي طلع عليه الرب لما سأله سؤال كيف بدي أرث ملكوت السماوات، النظر إليه وأحبه. خي لما يكتب الكتاب عن شخص انه أحبه المسيح، شو حلوة أحبه. لما خبره شو لازم يعمل قال له لا، برم وجهه وذهب ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. برم ظهره للمسيح وراح. شو صعبة. صح 6 وعلى 66، هلا ما تقولوا انه فادي عم بيخرف شوي، بس انه هيك بس طلعت عليها 166، يعني 3 ستات، كأنه يعني بإعاز من الشيطان الإنسان يبرم ظهره ويبعد عن المسيح وما يمشي مع المسيح. كثيرون رجعوا على بيوتهم، على أشغالهم، على حياتهم العادية اللي تركوها لزمان معين، ولكنهم رجع كل واحد يا على مزرعته، يا على صيد السمك، على تجارته، لأنهم لم يؤمنوا. تتذكروا مين وصل لنص الطريق ورجع؟ إذا بتتذكروا قصة نعمة وألي مالك. نعمة وألي مالك كانوا اثنين ساكنين بأورشليم، ولكن كان في جوع بأورشليم، ولما صار في جوع قرروا أنه يفلوا. كان عندهم ولدين، واحد اسمه محلون وواحد اسمه كليون، واثنيناتهم هربوا من هونيك وراحوا لوين؟ عمو آب يلي يعني الرب كان دايماً يعني يبهدلها لمو آب ويحكي عنها بالعاطل لمو آب لأنه شعب شرير. راحوا لهونيك، هني وهونيك جوزتهم نعمة لأولادها صبيان، محلون وكليون جوزوا مين؟ عرفة ورعوث. ولكن بعد فترة معينة، بعد 10 سنين، ماتوا الرجال كلهم، ألي مالك ومحلون وكليون ماتوا كلهم، ما بقى في غير نسوان. فقامت قررت، سمعت نعمة إنه لا، في شبع صار في أورشليم، صار في شبع عند شعب الرعب، خليني أرجع. قامت هي قالت لهم خليكن هون، بركي الله بيدبركن نصيب أنتو هون، وخليني أنا أرجع لوحدي. اثنيناتهم شو قالوا لها؟ لا، بدنا نروح معك، خدينا معك لعند شعبك. وجربت تقنعهم لا خليكن هون، لا آخر شيء قلت امشوا معي. فمشوا مع بعض، ولما وصلوا بنص الطريق عرفة غيرت رأيها، قال لا خليني لكن أرجع مثل ما أنا كنت، ما بدي أرجع روح لهونيكي. قامت كمان نعمة قد ما هي تعبانة، كانت بحالة تعبانة، شو قالت لها رعوث؟ قالت لها طيب ليكي أنت كمان رجعي معها لعرفة. بتقوم رعوث بيّنت عن إيمان حقيقي. شو قالت؟ قالت لها ليكي اجري على إجرك، اجري على إجرك، ملتسقة فيكي أنا، شعبك شعبي، إلهك إلهي، أرضك أرضي، بدي كون للرب. وهيك رجعت رعوث وراحت. بس في ناس بيرجعوا من نص الطريق. الرب يحمينا يا أحبة من أي ضعف، من أي تجربة، من أي ألم، من أي مرض يرجعني للعالم، يرجعني لمحل ما جابني المسيح ولطخ جسمه ويدي حتى يجيبني. بيقول الكتاب يقيم المسكين من وين؟ من التراب، يرفع الفقير من المزبلة.
حقيقة حطيت لكم صورة كيوت عن المزبلة، بس هي أكثر من هيك. شفت صور كثير أنا، بس حطيت هذه صورة شوي هيك ماشي حال. بس من المزبلة بالإنجليزي بتعرف شو سموها؟ دونغ هيل. أنتوا خبرتكم كفاية. بس لو شو شالنا من هونيك، مش ليحطنا على جنب ويتفرج علينا أو يخلينا ننشف، لا، نظفنا غسلنا. وشو عمل فينا؟ اللي جلوسي مع مين؟ مع الشرفاء. قعدنا بمحل معاكس تماما مع الشرفاء، ومش بس قعدنا هونيك، شو عمل؟ ملكنا أيضا. قال ويملكهم كرسي المجد، له كل المجد. من هونيك جابنا، بدك يرجع يوسخ إيدي لروح يجيبك من هونيك؟ وسخها مرة لحتى راح شابك ونشلنا من هونيك. هيدا هو إلهنا، هيدا هو حبيبنا. تخيلوا معي بهيدي الحادثة، الناس بلشت تفلفل من هون ومن هون، التلاميذ انحطوا بموقف هيك شوي موضع صعب، يعني لازم قرار، يا أما يروحوا مع الجموع الكثيرة، لأنه بتعرف أوقات الكترة كأنه بتعزم الناس لحتى تروح مع. يعني أنا بتذكر أمي لما كان الحرب بلبنان، تكون ماشي على الطريق عادي، هي تشوف إنسان عم يركض تقوم تركض وراه، لأنه فكر أنه بلشت القصف بس هي ما سمعت، بقى تقوم تركض وراه، تشوف الناس عم تركض وراهم بدون ما تعرف شو السبب. وهذا شيء أوقات بيعزم الإنسان حتى يروح بهالاتجاه، لما يشوف الكترة عم تعمل نفس الشيء بيقول ما كل الناس هيك، ما كل الناس عم تعمل هيك. ولكن بيجي السؤال المباشر من الرب للإثنى عشر، بس الرب ما بيسأل للبقوي وما بيحول نظره للبقوي، لأنه قدم لهم طريق الخلاص وهني رفضوا، إذا فارق المؤمن فليفارق. بس ليش سألهم؟ لأنه بيعرفهم، لأنه بده يمتحن إيمانهم، بده إياهم ياخذوا قرار مبني على الروحي وليس على الجسدي ولا على القطرة، قرار مبني على علاقتهم معه مش على علاقتهم مع الناس. شو بتقول الأكترية؟ قال لهم ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا. بمعنى آخر باللبناني يعني شو؟ يعني أنتم كمان بكن تروحوا؟ هيدي ساعة امتحان، هيدي ساعة تجربة للتلاميذ. إذا بكن ترجعوا من السير ورائي هلأ روحوا. شوفوا الرب ولا مرة كان يجبر حدا يضل معه بالرغم من إرادته. جنوده هني جنود متطوعين وليس تجنيد إجباري. نحن نعرف تجنيد إجباري بالبلاد العربية، ما في تجنيد إجباري. 12 وقت كافي معه حتى يعرفوا للرب، حتى يعرفوا إذا أحبوا المسيح وإذا أحبوا تعليمه. أكيد أمام هذا السؤال اللي قدامنا ما فينا لما نتذكر نحمية، لما كان صنبلط الحروني وطوبية العموني وشو اسمه جشم العربي، هوري ثلاثة اللي قرروا يقتلوا لنحمية. مين سمع شمعية؟ إجا لعند نحمية وقال له تعال حتى نخبيك بالهيكل لأنه جايين لحتى يقتلوا. بتتذكروا جوابه الشهير شو كان؟ رجل مثلي يهرب؟ رجل مثلي يهرب؟ كان عنده ثقة، كان متكل على الرب، كان عنده كل ثقته بالرب. المسيح حياتي، المسيح قوتي، المسيح رجائي. مش هخلي تجربة ولا أي اختبار خوف أو هجوم من إبليس يأثر علي ويبعدني عن المسيح. علاقتنا مع الرب يا أحبة أعمق وأثبت من الأمور الخارجية اللي بتجي علينا. في قصة حقيقة قريتها يمكن قلت لكم عنها قبل مرة، عن الأربعين جندي الروماني على أيام الوالي كان اسمه ليسينيوس بسنة 320 بعد المسيح. سمع أنه في من ضمن الجيوش، من ضمن الجيش تبعه في عنده أشخاص عم بيأمنوا بالمسيح، فانزعج كتير واضطرب. وعرف أنه في كتيبة بمنطقة اسمها سيباست كلهم 40 آمنوا بالمسيح، فقام بيبعت كتيبة وبيروح ليشوف شو القصة لحتى يهددهم ولحتى يغير هذا الأمر. فبتوصل كتيبة بتكتشف أنه فعلا هول 40 آمنوا. قالوا ليكوا إذا ما بتغيروا إيمانكم وترجعوا عن إيمانكم بكن تموتوا. أصروا وتمسكوا بإيمانهم بالمسيح ولم ينكروا المسيح، فقاموا عروهم من تيابهم، وكان أيام ساقعة وبريء وبرد ودنيء، وقفون على شط بحيرة بالزمهرير والهواء المسقع والجليد، وقالوا له كل الليل بتوقفوا هيك بالبرد، وحطوا مقابيلهم حمامات مي سخنة
لحتى انه يقولوا له ليك اللي بينكر المسيح بيجي وفي يتمتع بالدفع اللي موجود هون. الليل عم يمرق وهن عم يرشفوا من البرد، ولكن كان القلب حامي جدا وحراره قويه من اجل المسيح، لدرجه في واحد من الجنود اللي سهران عليهم واللي عم يحرسهم شاف هالايمان تبعهم، تاثر من ايمانهم عرى نفسه ووقف بيناتهم. تاني نهار اجوا لحتى يشيلون يشوفون هالأربعين، طلعوا بدل ما لقوا 40 جثة لقوا 41 جثة، ولكن هيدا كان عندهم إيمان قوي. أرجل مثلي يهرب؟ اسأل نفسك هالسؤال، أرجل مثلي يهرب؟ رب يعطينا نعمة حتى نتمسك بالمسيح يلي هو رجائنا يلي هو صخرتنا، له كل المجد. والرب عم يسألنا نفس السؤال اليوم، تجارب كتيرة، ضيقات كتيرة، لعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا. هيك يشوع سأل الشعب القديم، قال لهم إن ساء في عيونكم أن تعبدوا الرب فاختاروا لأنفسكم اليوم أن تعبدون، إن كان الآلهة الذي عبدهم آباؤكم الذين في عبر النهر، وإن كان آلهة الأموريين اصطفلوا نقوا البتكنية الذين أنتم تستكنون في أرضهم، وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. قوم الشعب كله بصوت واحد بيجاوب بيقول حاشا لنا أن نترك الرب لنعبد آلهة أخرى. يا ليتك تجاوب الرب من كل قلبك ويكون قرارك مش عاطفي ولكن قرار روحي، حاشا لي أن أتركك يا رب، بدي أتبعك، بدي أعيش لألك. الرب سأل السؤال ل 12، ولكن مثل العادي مين ببلش أول شيء بالأجوبة؟ بطرس المقدام أول واحد، عنده العادي أن يكون هو المتكلم باسم الجماعة، واللي كان يقوله كان أوقات يكون منيح مقبول وبمحله، ولكن أوقات كان بالجسد وبنقص وكان يوبخ عليه. بتتذكروا لما إجا الرب حضر نفسه حتى يغسلون إجريون للتلميذ، إيه بطرس كمان أول واحد شو قال لهم؟ لا يا رب ما بخليك تغسل إجري، حاشا يعني غسل إجري. جواب هيك بالفطرة ولكن من قلبه ولكن بالجسد، بيقوم بيقول له الرب لا، إذا ما غسلت لك إجريك ما لك نصيب معي. قال له لا، لكن غسلني كلني دخيلك، غسلني كلني من فوق لتحت. قال له كمان غلط، اللي غسل مرة واحدة ما بيتغسل مرة تانية، بس بحاجة لغسل الأرجل. مرة تانية لما كان عم يحكي عن الصليب، الرب شو قال له؟ قال له حاشا لك يا رب أن يكون لك هذا، الحاشا يا رب أن يكون لك هذا. بيقوم بيوفق الرب قال له اذهب عني يا شيطان. مرة ثالثة لما كان عم يحكي عن الصليب قال له قال وإن شك الجميع، وإن شك فيك الجميع قال فأنا لا أشك أبدا. شو قصده كان الجميع؟ أنا سطرتها، بتعرفوا ليش؟ عم بيميز نفسه عن التلاميذ الآخرين، إنه هودي الجميع اللي أنت شايفهم هودي لو كلهم شكوا، لأنه كان عم بيقول لهم رب إنه هلا بس يضرب الراعي فتتبدل الخراف رح تشكوا فيه، قال لهم هودي كلهم هودي أنت اللي بتحبهم التلاميذ حتى لو شكوا كلهم أنا لا أشك أبدا. وشك تذكروا نكر المسيح 3 مرات، ولما قام الرب ما نسأله إياها. الرب ما نسأله إياها، بتعرف شو أجا قال له؟ قال له بطرس أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أكثر من هؤلاء الجميع يعني أنت بتحبني أكثر منهم؟ قال له يا رب أنت تعلم أني أحبك، أنت تعلم كل شيء، له كل المجد. ولكن هالمرة كان كلام بمحله، كلام مملوء نعمة وكلام طالع من اختبار مسيحي حقيقي، كلام بعدنا لحديت اليوم نشوف قيمته ونشوف وزنه بعد 2000 سنة. هيدي علامة مؤمن حقيقي ما بيقدر يرجع، ما بيقدر يفشل من الرب. سمحت لنفسي هيك شوي اتخيل شو كان عم بيجول بفكره لبطرس قبل ما جاوبه هالكلمتين. تخيلته عم بيقول تعرف يا رب الحقيقة كنا عم نفكر فيها، عدنا هيك فحصنا كل الشويسز الموجودة قدامنا. أول شيء بدي أقول لك منك شخص بينعاش معه بسهولة، يعني أوقات بتحرجنا، أوقات بتوبخنا، أوقات بتخوفنا، أوقات بتبهدلنا، أوقات ما بنفهمك، تقصد شيء ونحن بنفهم شيء تاني. منشوفك عم تعمل إشياء وعم تحكي إشياء بتزهلنا. في كتير ناس منفكرهم مهمين بينزعجوا من تصريحاتك أنت ومن كلامك. بصراحة يا رب طلعنا على
على هالشويسز هودي، على بعض الخيارات اللي عندنا، وخليني اقول لك ليس مثلك يا رب، ليس مثلك يا رب، ما في حدا مثلك، ما حدا بيقدر يحكي اللي بتحكيه، بيعمل اللي بتعمله. الى من نذهب يا رب؟ الى من نذهب؟ لمين بدنا نروح؟ لعند فلاسفة الأمم، ما أنت أخزيت حكمتهم، بيقول الكتاب، أخزيت حكمتهم وصاروا جهلاء. هل منروح لعند الكتبة والفرسيين؟ ما هني أبطلوا وصاياك بالتقاليد وبالأحمال الثقيلة. هل منرجع لموسى؟ ما هو موسى رح يرجعنا لعندك. ما كل هدف موسى وحياة موسى حتى يظهرك أنت، بيرجعنا لعندك. هل منرجع للعالم؟ ما العالم كله خطية وكله فساد وكله شر. فإذن مين إلنا غيرك؟ باتباعك نحصل على السعادة، باتباعك نحصل على السلام الأبدي، نحصل على الرجاء الأكيد. في شغلتين يا رب نحن تعلقنا فيهم فيك، تعلقنا فيهم كتير. كلماتك اللي عم تقلنا إيه لمس حاجاتنا الداخلية العميقة، لمس جوا، حررتنا من خطايانا، من الخوف اللي كنا عايشين فيه. كلماتك من أجمل الكلمات اللي سمعناها بحياتنا، بيشرحوا حالتنا، بيشرحوا مستقبلنا، بيعطينا الدواء لحالتنا. كلمتك بتشبعنا، ما حدا بيحكي مثلك. كلام الحياة الأبدية عندك، ما في غيرك عنده كلام الحياة الأبدية. وتاني شغلة، شفناك يا رب وعرفناك من أنت. قال ونحن قد آمنا، آمنا وطلع من كل قلب، وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله. أخذت معهم وقت حتى يعرفوه، أخذت أشهر من الوقت اللي فيه شركة، فيه تعليم، فيه آيات عم تحصل. تتذكروا لما كانوا بالبحيرة بلوقة 8 وسكن العاصم بعد ما وعوه التلاميذ، قال فخافوا، ليكم بعد ما تمت العجيب، قال فخافوا، قال وتعجبوا فيما بينهم قائلين من هو هذا؟ من هو هيدا؟ قال فإنه يأمر الرياح أيضا والماء فتطيعه. بس هلأ عرفوه، وعم بيقول من ملو التم، أنت هو المسيح ابن الله الحي. تأكدوا أنه هو المسيح الحي. كم واحد منا بيعرف المسيح المعرفة الحقيقية وبيرجع للعالم وبيرجع للأبار المشققة، الأبار لا تضبط ماء، له كل المجد. أحد المؤمنين كتب هالكلمات هيدي وقال في المسيح لنا محبة لا تنتهي، لنا حياة لا تموت، لنا بر لا يتلطخ، لنا سلام لا يفهمه العالم، لنا راحة لا تضطرب، لنا فرح لا ينقص، لنا رجاء لا يخيب، لنا قوة لا تضعف، لنا مجد لا يشحب، لنا نور لا يظلم، لنا سعادة لا تنقطع، لنا نقاوة لا تتنجس، لنا جمال لا ينقضب، لنا حكمة لا تتلعثم، لنا ينابيع لا تنجف، لنا يسوع، لنا يسوع. عندك يسوع، وين بتروح؟ إذا هيك بتشوف المسيح، لمين بدك تروح؟ مين بيقدر يحل محل المسيح بحياتك؟ مين فيك تشوف غيره للمسيح؟ لا مثل لك بين الآلهة يا رب، ولا مثل أعمالك. بس إذا أنت ما بتعرف المسيح هيك وأنت ضعيف، على مين الحق؟ الحق عليك، الحق عليك. قديش عم تتغذى من كلمة الرب؟ كلمة الرب أساسية لحياتك، قديش عم تتغذى منها؟ بتعرفوا صارت كنيسة المسيح بهذه الأيام سواح؟ وبتعرفوا شو الفرق بين السايح وابن البلد؟ السايح لما يروح على البلد معين بده جايد، بده حدا مرشد سياحي لحتى يدله، ليك هيدي المونيمنت شو حلوة، ليك هيدا هون، بيعرف يشرح له تاريخ وهيك. بس ابن البلد بيعرف الصغيرة والكبيرة تبع البلد، بيعرف الشوارع كلها، الأدومية من هون والإشياء من هون، بيعرف التفاصيل الدقيقة. هل صرنا بس نحن سواح بكلمة الرب؟ هذا إذا مش سواح كسلانين. تعرفوا في سواح كسلانين، في سايح بيروح على 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 روما ما بيزور الفاتيكان مثلا، لأنه كسلان تعبان بده يقعد بالأوتيل. هل نحن صرنا سواح بكلمة الرب؟ ما عم نستكشفها، ما عم نفوت فيها، ما عم نغمق ونعرفها وندرسها لكلمة الرب. لازم نعيشها. كتار منا عندهم هيدي العادية اللي منسطر فيها
الكتاب المقدس الآيات، وأنا بشجع الكل إذا قريت آية عجبتك سطرها لحتى ترجع لها تشوفها تبين قدامك. ولكن كم واحد منا مسطر هالكلمات في قلوبهم، أي عم بيعيشوا هالكلمات هيدي اللي عم بيسطروها. هلأ ممكن تكون لا سايح ولا ابن البلد، غريب بعدك، بمعنى آخر بعد ما اكتشفت محبة المسيح، بعد ما لمستك ولا دخل المسيح لقلبك. هيدي فرصة جديدة لك اليوم، هيدي فرصة جديدة لك موجود معنا اليوم، مش فرصة، مش هيك صدفة. الرب رتب الظروف لحتى تجي تسمع كلمة الرب. تعرف شو؟ بخطاياك في حيط كبير بينك وبين الرب، في حيط عالي جدا، سميك كتير، خطاياك فصلت بينك وبين الله. قد ما تصلي، قد ما تقرب، قد ما تحاول تعمل إيماتات، قد ما تعمل محاولات، أنت فشلان بدون المسيح. أحلى حل لقلنا إياه الكتاب المقدس، توبوا وآمنوا بالإنجيل. اوعى تفكر في حل تاني، توب عن خطاياك وآمن بالإنجيل، قل له يا رب ادخل لقلبي غيرني، بدي يصير لقلك، بدي يعيش لقلك. وبيدخل الرب إلى قلبك، بدمه بيغسل لك قلبك، بصير إنسان جديد، بصير عندك ولادة جديدة، ولادة ثانية، تتبع المسيح، تحب المسيح، تهتم بما يهتم المسيح، وتعيش لقله كل حياتك. وساعتها بتبلش تكتشف كلمة الرب وغذائها في حياتك، ما تروح محل تاني. أخيرا، بالرغم من أنه بطرس كان عم يحكي كلام صحيح ونابع من اختبار، ولكن كان فيه غلط شوي، والرب صلح له إياه. أليس أني أنا اخترتكم الاثنى عشر وواحد منكم شيطان؟ كان قصده يهوذا إسخريوط. يعني الكلام اللي عم تقوله يا بطرس بيزبط على 11 واحد مش على 12، لأنه كان يهوذا الشخص اللي بيسلمه ابن الهلاك. ما في مخادعين بكنيسة المسيح؟ نعم، في ناس رافضين الرب، هالكين بخطاياهم. كنا اليوم عم نحكي بصف التلمذة، في ناس بيجوا بس بيلتصقوا بالمؤمنين، بيعجبوا بحياة الإيمان، ولكن ما عندهم إيمان حقيقي، بيلتصقوا بطريقة مزيفة مع أولاد الرب، لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. بطرس ما كان عارف عن يهوذا، ولكن الرب كان عارف. وفي كتير هيك، في كتير هيك. أنا ممكن خبرتكم إياها مرة، بتتذكروا قصة العنزة والأسد؟ في عنزة كانت معجبة بالأسد كتير، معجبة كتير، معجبة بطريقة مشيه، بصوته، بهيبته، معجبة جدا. قالت أنا بدي أصير مثله، فصرت تتمرن كيف بيمشي الأسد، صرت تمشي مثله. شو بيعمل الأسد حركات، صرت تعمل حركات. كيف صوت الأسد، صرت قلد صوت الأسد. صرت وصلت لدرجة صدقت حالة وقالت بدي روح أتمشى بين الأسودة، أنا صرت أسد. وللأسف كان وقت الغداء، ففهمكم كفاية شو صار فيها. هل أنت لابس تياب مش لألك؟ هل أنت مؤمن حقيقي ولا تيابك مبهبطين عليك؟ ما فات الأوان، ما فات الأوان. تعال عند الرب، قل يا رب يغيرني، خلصني، أعطيني نعمة حتى أعيش لألك. بدي أسألك سؤال بآخر الوعظة، من أي فئة أنت؟ هل من الفئة اللي بتخاف تتبع المسيح؟ أول كلام صعب، أول تجربة بترجع لورا. هل أنت لابس ثياب المؤمن ولكنك من الداخل ما بتعرف المسيح، المسيح مش بقلبك؟ ياريتك تكون مثل بطرس، مستعد أن تتبع المسيح بكل جرأة، بكل إيمان، بكل ثقة، بكل جهاد، بكل مواظبة، بلا كلل ولا ملل. قال عنا، قال بالكتاب عم يحكينا الرب، قال في العالم سيكون لكم ضيق، واتفكروا سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا، بس بدنا ثقة بالرب، أنا قد غلبت العالم، فإذن أنتم رح تغلبوا أيضا. بالختمة بدي أخبركم بس قصة شخص يلي قريت عنه، يلي هو اسمه بوب ويلند. بوب راح على سبق الماراثون بسنة 1986 من 33 سنة، بس لما ركض الماراثون، تعرفوا قديش طول الماراثون؟ 42 كيلومتر بس 42 كيلومتر. نطلع عليهم 42 كيلومتر بالسيارة، قد بياخذوا معنا 12 دقيقة 15 دقيقة يمكن، الطريق مفتوح. بس واحد عم بيركض ماراثون يعني بياخذ معه وقت كتير. هو أخذت معه أربعة أيام، أكثر من أربعة أيام حتى خلص الماراثون. فاتوا 20,000 شخص، 20,000 شخص فاتوا ليعملوا هالماراثون هيدا، 20,000 شخص بلشوا السباق، ولكن مين خلص؟
بس 19413 خلصوا سبق. البقوي اللي هن 587 وقعوا بالطريق ما قدروا كملوا. بس باب خلص ولكنه وصل آخر واحد الأخير. كله ناطرينه لحتى يوصل بس. لأنه آخر واحد كان. شو كانت مشكلته لباب؟ ما كان عنده إجرين. كان عم يركض السبق بس ما كان عنده إجرين. عم يركض على إيديه. مشان هيك نطروه. ولكنه كان فرحان إنه كمل السبق. كلنا بعد عنا إيدينا وإجرينا. كلنا بعدنا أحياء نرزق. بدنا نتبع المسيح. اوعى تفكر تشيل نظرك عن المسيح. اوعى تفكر إنه في شيء بالعالم بيشبعك. المسيح هو الأول والأخير بحياتك. قالوا له على التليفون كيف أنت وصلت آخر واحد يعني إنه معقولة؟ أخذت معه أربعة أيام. أخذت معه أربعة أيام عديتهم أربعة أيام ساعتين وثمانية وأربعين دقيقة وسبعة عشر ثانية لحتى خلص. قالوا له رقمك يعني إنه كتير هيك. قال لهم تعرفوا شو؟ I finished ahead of 300 million Americans who never finished the race. في ناس حتى ما فاتوا بالسبق. هل هيك موقفك من المسيح؟ بدي امشي معك يا رب، بدي امشي معك يا رب، بالمنيحه وبالصعبه، بالهينه وبالضيقه، له كل المجد. كمل المشوار مع المسيح، هو الهنا، هو سيدنا، له كل المجد. دعونا نحن نروح نصلي. اوعى تفكر في راحة بالعالم، اوعى تفكر في راحة بدون المسيح. تمسك فيه. تعلق فيه. خلي كلمته تكون تسكن فيك بغنى. وتكون غنية. وتكون عم تطيعه وعم تحبه بحياتك. الوقت صار قريب، رح يجي وياخذنا لعنده. هونيك سنراه كما هو، نراه بعيوننا ونفرح فيه ونرى الجراح تبعيته اللي سببت خطايانا سببتها، ونقول له نشكرك يا رب، نشكرك. رح يحط في أفواهنا ترنيمة جديدة، ترنيمة فداء جديدة. ذبحت واشتريتنا لله أبيك له كل المجد. إذا بعد ما اختبرت محبة المسيح، اوعى تفل من هالمكان غير ما تكون حكيت مع الرب وقلت له يا رب أرجوك اغفر لي خطاياي. جمع خطايا كلهم بكيس كبير أسود سميك وسكره وروح كبهم عند إجرين المسيح، كبهم عند الصليب، قل له يا ربي اغفر لي خطاياي، بدي أعيش لك من هلا ورايح.